المئات من الأجساد المثلجة تنتظر عودتها إلى الحياة يوماً. تجميد الجثث لم يصبح سائداً تماماً، لكن معظم الناس أصبحوا الآن على دراية بهذا المفهوم، وهو ببساطة أن تدفع طناً من المال وتوقع على بعض الأوراق، ثم تقضي عقوداً بعد الموت في خزانة لحوم متطورة تنتظر بهدوء شروط نهوضك النهائي. يمكن حالياً العثور على المئات من العقول أو الأجساد الميتة والمبردة اعتماداً على الإجراء الذي اختاروه، الجسم كله أو الدماغ فقط، في مرافق التخزين المخصصة لذلك. جميعهم قاموا بمغامرة واحدة وهي الموت المستمر، لكن الوقت فقط هو الذي سيحدد ما إذا كان هؤلاء الذين جمدوا سيعانون مرة أخرى من زحمة المرور، أو سيتجولون في مشهد فريد من نوعه باستخدام أدمغتهم الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن حالياً يزعم العلماء أنه يمكن إعادة الإنسان الأول الذي تم تجميده بواسطة تقنية التبريد الشديد إلى الحياة في غضون 10 سنوات فقط. أنيتا من أمريكا مصابة بسرطان منتشر في كافة أنحاء جسدها، قدمت طلباً للتجميد على أمل أن يتطور العلم في السنوات القادمة ويتمكن من إيقاظها بجسد سليم من هذا المرض لتتابع حياتها كما تحب، حتى أن زوجها سيتم تجميده أيضاً في الوقت المناسب علهم يلتقيان لاحقاً ويتابعان حياتهما سوية، رغم أنهما لا يعلمان إن كان تجميدهما سيستمر 20 أو 50 أو 100 عام. الآلية تعتمد على أن القلب ورئتين يموتان بداية، أما بقية أعضاء الجسد فتحتاج إلى عدة ساعات، لذلك يتم التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ الخلايا والدماغ وإبقائهم على قيد الحياة. وهنا يتم تبريد الجسم ونقله إلى غرفة عمليات لسحب الدم من الجسد واستبداله بمنع تجمد، وبعدها تحفظ الجثث في عبوات تفريز تصل برودتها إلى 196 درجة تحت الصفر ضمن اسطوانات من الفولاذ الغير قابل للصدأ، بانتظار من يأتي ليعيده إلى الحياة وتشغيل الجسد ثانية. العملية تكلف $250,000، والعلماء يتهمون أصحاب هذه الشركات بأنهم يستغلون العلم لجني الأموال، لكن هؤلاء يدافعون عن أنفسهم بأن التطور السريع للعلم سيجد حلاً مؤكداً لإيقاظ هؤلاء المرضى وإعادتهم إلى الحياة.